وسهلا بيكم بعد الفاصل. بعد ما عملنا الزلابية، الحلويات الشرقية اللي بنعشقها كلنا وما تقدريش تشيلي ايدك منها اطلاقا، جات لنا بقى شهيرة، استاذة شهيرة جاية بقى ايه دلوقتي تقول لنا ناكلها ازاي بس من غير ما تأذينا او تعمل لنا مشاكل ونخس كمان. ازي يا حبيبتي؟ الحمد لله. صباح الزلابية. ايوه صباح الزلابية. صباح الفل عليك يا شيف. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في شويه الزلابية دول؟ يعني تسلم ايدي، انا عماله اقول لك انا ايه، احنا هناكل يعني، انا ناويه اكل. الف هنا وشفا. ربنا يخليك. تقولي ممكن ننقنق كده واحنا قلت لها عيشي عادي. لا قدامك يا عيشي. لا وعادي هناكلها وهنخس. يعني انا النهارده اصلا جايه اكلم الناس اقول لهم ازاي هتاكلوا الحلويات وهنخس برضه. المعادله صعبه جدا. خصوصا الناس اللي بتحب السكريات. يعني الناس اللي بتحب السكريات كمان دي عندهم مشكله كبيره، صعبه اقول لها لا ما تاكليش طبعا. وبعدين صح. ازاي اصلا يعني يبقى قدامها زلابي وما تاكلش؟ ما ينفعش. يعني الصراحه ما ينفعش طبعا. فالنهارده انا معايا الكورس بتاعي طبعا اللي هو كبسولات 2 نقط 2 اعشاب بس مخصوص عشان موضوع الحلويات ده. وناكل براحتنا. هناكل براحتنا. طيب. هناكل براحتنا جدا. بس ازاي بقى براحتنا؟ يعني مثلا بدل ما يبقى قدامي طبق كامل كده، ما انا اقسم الطبق على الثلاث وجبات بتوعي او على الخمس وجبات بتوعي، مفيش مشكله خالص. بس هبدا ازاي؟ ابدا صح علشان اكل ما تحرمش، وفي نفس الوقت اقدر اخس واقدر احرق السكريات اللي انا عماله ادخلها في جسمي. فهعمل ايه؟ انا النهارده جايبه لك يا شيف كبسولات واتنين نقط واتنين اعشاب. انا النهارده هبدا بالاعشاب عشان الاعشاب دي هي اللي انا هبدا بيها الصبح النهار بتاعي على الريق، علشان ادي فرصه لجسمي انه يبدا يحرق. هو اوريدي خلاص انا شربت الاعشاب، هتبدا الدهون تسيح ويبدا معدل الحرق يرفع في جسمي. فبالتالي انا هاخد السكريات اللي انا عايزاها مع الفطار بتاعي عادي. الله جدا. الله عليك يا شهيره. فهاخد قطعتين زلابية. اتنين؟ لا لا يا شهيرة اتنين بس، يعني نعمل كل ده وبعدين ناخد اتنين بس؟ مش احسن ما نتحرم منها خالص هنروح لدكتور يا شيف وبعدين صح. تقولك لا خلاص يبقى قدامك الطبق وتقدريش تمدي ايدك عليه. ده الحرمان اللي بنتكلم فيه اللي هو اصلا بيخلينا نكسل او يجيلنا احباط ان احنا ناخد اي خطوة في حياتنا. ايوه بالظبط. الحرمان. عشان كده احنا عندنا هنا مفيش حاجة اسمها حرمان. عشان كده اي حد بيتواصل معايا انا ما بقولوش انت مش هتاكل حاجة. بالعكس انت هتاكل كل حاجة. لو النظام ايه اللي من نادر ووفي. أيوة. بدل ما تحرمي نفسك خالص تبقى زلابي قدامك وقاعده كده. لا يا ستي شهيرة بتقول لك هتاخدي اتنين ثلاثة بالظبط. ومش بس اتنين ثلاثة في الوجبه، في ده في الوجبه. ده انا هاكلها لك في الغدا وهاكلها لك في العشاء كمان. الله يعني طبق هرمي زي اللي قدامك ده انا اقسمه على مدار اليوم. هنقسمه بالظبط كده اهو. فبس ازاي بقى؟ بمساعده الكورس بتاعي. اسمعي كلامي، بدل ما هناكل رغيف على بعضه في الفطار، انا هاخد نص رغيف ومعاه قطعتين زلابيه. انا كده ما حرمتكيش وخدتيها، والصبح واخده ايه؟ واخده الاعشاب بتاعتي. وبعد الفطار انا عملت ايه؟ هاخد الكورس الكبسوله بتاعتي، الكبسوله اللي بتسد معايا الشهيه فتره طويله، بتعلي معايا معدل الحرق، هتملى برده معدتي بعد الفطار. فهتبدا بالنسبه لي انا مش الطبق قدامي نفسي اكل، انا هاكلهولك تاني بس على الغدا. مش هناكل على طول كده ونفضل ننقنق فنتخن ونقول احنا عملنا ايه. طبعا بصي يا شيف، احنا السكريات بالنسبه لنا مهمه جدا لانها بتدينا الطاقه، خصوصا ان احنا داخلين طبعا على فصل الشتاء، فبنبقى محتاجينها اكتر علشان تبدا تدينا طاقه للحركه. صح. فاحنا محتاجينها والجسم اوريدي محتاجها، بس انا مش عايزاكي تاكليها فتبداي تاكليها بكميات نفرط فيها، فنبدا نخلق عندنا خلايا دهنيه تبدا تخلق دهون، ونبدا نتخن ونبدا نتضايق ونبدا نندب حظنا ونقف قدام المرايه ونمصمص شفايفنا ونقول انا تخنت ليه؟ انا تخنت ليه؟ بالظبط كده. لا احنا هناكل اللي احنا عايزينه، مش هحرمك منها ابدا. بس هناكلها ازاي؟ هناكل قطعتين ثلاثه الصبح مع وجبه الفطار. الصبح واخدين الكوباية الاعشاب بتاعتنا الخاصه مأمنة بتاعتنا نفسي بالظبط كده، مامنه نفسي. هاخد الكبسولات بعديها علشان تبدا تسد معايا شويه الشهيه، ما تخلينيش اقبل عليها قوي وافضل ايدي رايحه جايه. فهنبدا نسد الشهيه شويه، وفي نفس الوقت مش بس بسد شهيتي، لا الكبسولات كمان فيها الكاروتين ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيكسر كل الخلايا الدهنيه اللي في الجسم. فانا باكل وما ببنيش خلايا دهنيه. باكل وما بكونش دهون. باخد السكريات اللي جسمي محتاجها بالظبط، وما حولتهاش لدهون. فبالتالي بدات اتخن. لا بالعكس، انا هستفيد منها وهاخد منها اللي تديني الطاقه، وفي نفس الوقت هنعمل ايه؟ لا في نفس الوقت انا بكسر قدامها الخلايا الدهنيه فما بتخنش. طب هاجي على الغدا، هتغدى كويس قوي. بفضل جدا يبقى في طبق سلطه ورقي
كبير. يعني ايه ورقي؟ يعني في خس وجرجير شبت بقدونس الورقيات, الورقيات جدا. ليه بقى؟ دي مليانه بفيتامينز ومعادن تساعدني لما اجي اكل حلويات بعد الغداء بساعه تحرق الحلويات دي. ومش بس كده, ده انا هديكي كمان 2 نقط معايا النهارده عشان تعلي معدل الحرق, فتحرق اكتر كم السكريات لو احنا يعني لخبطنا شويه, احنا مدمنين عينينا زاغت اكتر. لقيتي طعمها حلو زي اللي احنا عاملينها كده مثلا, 2 3 ما كفوش. ايوه بالظبط كده, دخلنا في الطبق كده بتقلينا كله يعني. فهاكل قبلها بساعه ورقيات, سلطه كتير, خضار كتير, المعادن والفيتامينز اللي في الخضار هتدي فرصه للجسم انها تكسر وتحرق السكريات دي. وانا هاكل برده معاها بعد الغداء بنص ساعه ساعه, بفضل ناخد برده 3 ل4 قطع زلابيا هيبقى حلو جدا. وهاخد النقط بتاعتي ال 15 نقطه على ربع كوبايه ميه علشان تعلي عندي معدل الحرق. فانا كده انا خدت وجبه متكامله فيها السكريات اللي الناس بتحبها جدا وما بتقدرش تقاومها, وفيها كمان السلطه المهمه جدا 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 بالفيتامينز بتاعتها. الفيتامينز بتاعتها ساعدتني اني هحرق, وخدت النقط اللي هتزود عندي معدل الحرق. معدل الحرق بالظبط, وما حرمتش نفسي من حاجه, دي دايما اللي انا باكد عليها. بالظبط كده, ما حرمناش خالص. الحرمان يعني هو اللي مرفوض تماما. بالظبط. وانا بالنسبه لي انا مش متضايقه ان انت عايزه تاكلي سكريات, هقول لك تعالي كلي السكريات, ايه المشكله؟ كل السكريات اللي انت عايزاها, بس امشي صح معايا, اسمعي كلامي, انا هاكلها لك بس ما مش ممنوعه. طالما مش ممنوعه فالناس بتنبسط قوي معايا. طبعا اول ما بقول لها انت هتتحرمي من حاجه تبدا تديني ضهرها وتمشي. طبعا طبعا صح. انا عندي هنا ما فيش مبدا الحرمان, ده مرفوض. وعلى فكره هو فكره الحرمان اصلا ما يعني دايما مرغوب المرغوب المرفوض مرغوب. بالظبط. فانا الممنوع مرغوب. يعني بالزبط. لو انا جيت قلت لك لا السكريات دي بتتعبك مش هتاكلي سكريات, تبص تلاقي لا انا عايزه بقى سكريات. بالظبط كده, الجسم كله محتاج سكريات. بالظبط كده. والناس اصلا حتى لما انا بقول لها احنا هنمشي على دايت, لا طب يعني ايه دايت؟ دايت يعني نظام. انا بالنسبه لي دايت يعني نظام, مش يعني حرمان. لا انا هديكي كل حاجه وهتاكلي كل حاجه ومش خسرانه معايا اي حاجه. هتاكلي وهديكي الكورس اللي يساعدك في ان وزنك يبدا ينزل ويقل. ليه؟ لاني انا بكسر لك الخلايا الدهنيه, فانا ما بكونش عندك اصلا دهون. صح. فحتى لما هتبطلي معايا كورس وتكوني خسيتي بصحه وبامان, هتكوني كمان مش بس كده, ده انت مش هترجعي تتخني تاني. لان الكورس بتاعي الحمد لله احنا انا قلت لك ان هو فيه الكاروتين. ايه الكاروتين؟ اللي بيكسر الخلايا الدهنيه اللي ما بيكونش عندي دهون. فكل السكريات زي ما انت عايزه ومش هتتخني. والكلام خالص. ده مش على الزلابية بس, احنا بنتكلم على الحلويات عموما. طبعا طبعا. الناس اللي مدمنه حلويات وسكريات سواء شرقيه او غربيه. بالزبط. انت عارفه في ناس حياتها الحاجة الحلوة. لا وإحنا كمان الحمد لله اللي احنا الأسبوع الجاي داخلين على مناسبة كريمة الحمد لله, المولد النبوي ده حلويات بس. كل سنة احنا حضرتك طيبة, كل سنة وكل الناس طيبين. هنعيش بقى هنعيش حلويات. وأنت عارفة إن المكسرات دي اللي هي الفولية والحمصية والسودانية والحاجات دي مليانة فيتامينز الجسم محتاجها جدا. بس برضه هناكلها ازاي؟ هناكلها زي ما هناكل الزلابية. نفس الوضع. بنفس بس الطريقة. بس برضه مفيش حرمان. خالص. مش هحرم نفسي أروح أجيب حلويات المولد وأكلها براحتي جدا. خالص خالص. طيب نقول الكورس كده واحنا بناخد الصفحه على الفيسبوك. بالزبط. وسيله اتصال. الكورس بتاعي معايا النهارده كبسولات 2 نقط عشان نعلي الحرق, 2 اعشاب علشان نبدا ندي الفرصه للجسم ان هو يغسل سمومه اول باول, وعليهم 70% خصم النهارده. 70% خصم على الكورس بتاع النهارده. على الكورس بتاع النهارده 70% خصم. ومش بس كده, الشحن كمان مجانا. قشطه. والناس النهارده هتتفاجئ بالسعر, ده حقيقي هتتفاجئ بالسعر. النهارده احنا داخلين على مناسبات كريمه, فلازم نبقى كرمه كمان مع الناس. فالنهارده الناس فعلا هتتفاجئ بالسعر, ومش خسرانه حاجه, هي مش هتخسر حاجه معايا. لو جربت, انا بقول في الاسبوع يا جماعه احنا بنخس من 4 ل5 كيلو في الاسبوع. حلو جدا. الشهر بيعمل معايا من 10 ل15 كيلو. فمتهيالي محدش, ومش محرومه. يعني هتاكلي كل اللي انت عايزاه. بالظبط, دي اهم حاجه. مش محرومه من اي حاجه. بتحبي السكريات هتاكلي, بتحبي النشويات هتاكلي, كل حاجه معايا. الحوادق اي حاجه اي حاجه. اهم حاجه ان احنا نمشي بنظام. بصي, هنشرب ميه كويس, هناخد الكورس مظبوط, هناكل بالطريقه اللي بقول عليها, هنخس من غير ما نحس اصلا بان احنا اتحرمنا, ومن غير ما تحس بتعب, من غير ما تحس بارهاق. كل ده مع الكورس اللي حضرتك جايبه لنا النهارده اللي هو عليه خصم 70% كبسولات سد شهيه, 2 نقط النهارده, و2 اعشاب عليهم 70%, وكمان شحن مجانا.
حلو جدا. طيب احنا ناخد استاذ علاء على التليفون. أيوة. حاله تبعت معاكم استاذ علاء. اهلا وسهلا. الله يخليك يا شفاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ علاء؟ ربنا يعزك يا فندم. والله انا بتعز المعجبين ببرنامج حضرتك. ربنا يكرمك يا رب. قول لي يا استاذ علاء، انت خدت الكورس؟ اه يا فندم انا خدت الكورس والحمد لله، الفضل من ربنا والحمد لله وفضل الاستاذه شهير علينا طبعا، ربنا يخليها يا رب. الله يخليك يا استاذ علاء. اهي صورته. اهي صورتك يا استاذ علاء، منور الدنيا صورتك على الشاشه. ايه جميله استاذ علاء، كان 120 ونزل ل 85 كيلو ما شاء الله عليك. بجد برافو يا استاذ علاء والله. يعني هو من الناس الملتزمه جدا جدا. بس عايز اسالك على حاجه يا استاذ علاء، حاسس باي تعب دلوقتي؟ لا ولا اي حاجه يا استاذه، والله الحمد لله رب العالمين. عايز ترجع تاكل تاني زي الاول؟ لا 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 خلاص. حرمت خلاص. الكرسي ظبط لك الدنيا الحمد لله. تمام التمام. انا لسه كمان لسه 5 كيلو، انا عايز ابقى 70. حلو قوي. حلو جدا. حلو الحماس وحلو الاراده دي جدا. لا طبعا الاستاذ شهير ربنا يديلها الصحه يا رب، واقف جنبي بالكرسي العلاج والنقط والاعشاب والحاجات دي كلها. الله يخليك. ده لولا مساعدتك والله، ده لولا ان هو كان ملتزم معايا وعنده اراده وعنده رغبه. على فكره الرغبه ساعات بتبقى اقوى من الاراده. يعني لو انا عايز، انا عايز بتقوي ارادتي. عكس ما بيقول لك اصل الاراده بس، لا كمان لما بكون انا عايز دي بتقوي ارادتك. صح. ان انت فعلا بتخليكي تقدمي وتستني وتصبري. وهو ما شاء الله يعني كان ملتزم معايا جدا ونزل في وقت كويس. يعني هو نزل الوزن ده كله في حوالي شهرين ونص تقريبا، فهو ومبسوط ومش عايز يرجع ياكل تاني. شكرا يا استاذ علاء. بيقول لك فاضل 5 كيلو، يلا شد حيلك بقى واتصل بينا بعد كده قول لنا ال 5 كيلو كمان نزلوا، وتقول لنا بقى تجيب لنا صوره كده اللي هي النهائيه بقى. ان شاء الله تورينا بقى في الاخر كده باذن الله عملت ايه. وهو ده اللي بكلم حضرتك عليه، ان هو الناس فعلا لما احنا لما بمجرد ما باخد الكورس بيبدا يبان معايا على طول من اول اسبوع. وجرب نجرب مفيش مشكله. من مجرد ما هدومك انت بتلبسيها بتحسي ان انت مظبوطه، بقت مظبوطه او بدات توسع. دي لا ده الكلمه دي ابتدت توسع. دي بالدنيا بالظبط. جدا بالدنيا. جدا والله. فطبعا الناس على طول بتكمل، محدش بقى بيفقد القدره. عكس مثلا ما بنمشي على انظمه رجيم بنزهق في النص، الناس بتزهق لانها بمعظم الوقت بتتحرم من حاجات كتير، فبيبقى نفسه فيها خلاص. والعارفه يا شهيره التأييد بالزبط. اللي هو ايه، انت في الفطار تاكلي كذا، في الغداء لازم كذا. لا كده ما ينفعش. لا احنا هناكل كل حاجه، بس الكميات هنبدا نحددها والتوقيت، لان انا مهم عندي جدا الميعاد اللي هاكل فيه. ليه الميعاد اللي هاكل فيه؟ ليه انا افطر 7 من 7 ل 9 ده ميعاد فطاري، الغداء بتاعي من 2 ل 4 ده ميعاد الغداء، العشاء بتاعي هيبقى من 6 ل 8 ده ميعاد العشاء. ليه انا بتكلم على كده دايما؟ علشان ابدا ادي اشاره للمخ ان المخ انا في الفتره دي انا هاكل، فيبدا يجهز كل اجهزته انه يبدا يحرق ويشتغل. فهنا فبساعد وزني اكتر مع الكورس بتاعي، مع اني مش محرومه. طول ما انا مش محرومه طول ما الجسم هيفضل يحرق في كل حاجه هو بياخدها. زي الاجانب كده، هم دايما اكتر ناس منظمين وجباتهم والمواعيد بتاعه اكلهم بالثانيه، وما شاء الله بتبقى بالزبط. صحتهم ومش حلوة. محتاجه تعملي رياضه. يعني انا حتى بقول للناس هناخد الكورس بتاعنا الاثنين نقط اللي بتعلي الحرق دي بديل لساعه جيم على فكره. ليه؟ لان انت في جسمك بيحرق على طول، بيحرق طول ما انت قاعده بيحرق. في ناس يا شيف بتبقى اوزانها بتبقى كبيرة وعامله لها مشاكل في المفاصل وفي ظهرها وفي رجلها، ما بتقدرش تتحرك. صعب ان انا اقول لها ايه، لا انت لازم تمشي او تلعبي رياضة. طب ازاي؟ ازاي وهي اوريدي اصلا تعبانة؟ صح. بالعكس ده انا ممكن اضرها لو قلت لها انت لازم تنزلي تمشي، لان بيبقى عندها تاكل غضاريف مثلا او قلتها في المفاصل، لو قلت لها انزلي امشي هضرها اكتر، هتعبها زيادة. فبالتالي بعمل ايه؟ بديها بعللها معدل الحرق في جسمها علشان يبدا جسمها يحرق حتى وهي نايمة، لان النقط انا بكتبها هي والاعشاب بكتبها كمان بالليل. بتاخد جرعه بالليل. وجبه السكريات هناكلها كمان بالليل. رغم الناس كتير بتحرم منها، لا انت هتاكليها بالليل، بس احنا بقى بالليل انا هقول لك قطعه واحده بس وقبل العشاء. تمام. ويفضل العشاء يبقى حاجه خفيفه جدا، مثلا زبادي، خيار، خس، كوبايه ميه كبيره. ده لازم، ده مهم جدا. الميه دي مهمه جدا جدا. لازم طالما انا باكل سكريات لازم اشرب ميه كتير علشان برضو اساعد النقط بتاعتي واساعد جسمي على انه يعلي معدل الحرق.
علشان ابدا اغسل جسمي. عشان كده الناس اللي ما بتشربش ميه كتير انا مديها 2 أعشاب في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، عشان اغسل دم. وعشان لان الاعشاب دي بالنسبه لي بديل ديتوكس. ليه بديل ديتوكس؟ يعني انا بغسل جسمي، بنظف جسمي من السموم، فبالتالي هدي فرصه للاكسجين يدخل في جوه جسمي، فبالتالي هدي فرصه للبنيه العضليه اللي في جسمي تبدا تحرق كل الدهون اللي فيها، ويبدا عمليه الايض او الميتابوليزم او اللي الناس عارفاها اللي هي التمثيل الغذائي في الجسم بالزبط. تبدا تشتغل ويبدا الجسم يحرق نفسه بنفسه. فانا متهيألي يعني مدياكوا كل حاجه النهارده. طب نقول الكرسي تاني على بعض. الكرسي النهارده الكبسولات بتاعتي 1 كبسولات ومعهم 2 نقط و2 أعشاب مخصوص للناس اللي بتحب السكريات او الناس اللي بتحب النشويات. معايا 2 نقط 2 أعشاب ومعايا الكبسولات عليهم 70% والشحن مجانا النهارده. فكل الناس تتواصل معانا، خبراء التغذيه مستنيينكم. على فكره الجرعات اللي انا قلتها دي للناس طبيعيه. كل واحد على حسب حالته اللي هيتصل بيا هو اللي هياخد الكورس او الجرعه المناسبه ليه. ليه؟ لان انا دايما بركز على كده، ما ينفعش حد يكلمني يقول لي اصل انا عايز كذا ومش عايز كذا. لا، خبير التغذيه اللي بيتابع معاك هو اللي بيحدد، هو بناء اللي عن وزنك، طولك، حالتك الصحيه، بتتحرك ولا ما بتتحركش، بتصحى بالليل وشغلك بالليل بس ولا انت بالنهار كمان. ده مهم جدا معايا. يعني كمان بتقعدوا تفهموا منهم تفاصيل اليوم. طبعا بتشتغل طبعاً. فين وازاي وبتتحرك ازاي، تشتغل بالنهار ولا بالليل. ايوه لازم نقعد بقى نرغي كده ونفتح فايل كويس جدا ونقعد نتكلم ونعرف طبيعه الناس بتعمل ايه علشان اقدر اديله الكورس المناسب ليه. كمان مش بس كده، ما بنتابعهم كل 10 ايام انا معايا لازم متابعه، لازم اعرف هو عمل ايه، مشي صح زي ما احنا بنقول ولا لخبط. ولو لخبط بلحقه، ولو حصل حاجه غلط في النص احنا بنتداركها وبنقدر نظبطها. بس الناس تبقى صريحه، يعني تقولي انا غلطت، انا ما اكلتش حتتين زلابي اخدت 4. انا ماشي تمام، ما عنديش مشكله، هزود له اعشاب، هزود له نقط. مش هيقول لك طبق مثلا يعني. لا ما هو انا عشان كده انا مدياله كبسوله بياخدها الصبح بعد الفطار تسد معاه الشهيه شويه، ما ناكلش الطبق. شهيره بصي كده شوفي شكل الزلابيه، قولي لي قطعتين ثلاثه ازاي. هو انا عايز اكل بس. ازاي انا عايز اكل واطلع اخد الكورس على طول اشرب الاعشاب بتاعتي على طول. يعني احنا كده مش بنكلم بس الناس اللي بتحب السكريات بس او النشويات بس، يا جماعه احنا بنكلم الناس اللي عايزه تظبط جسمها واللي عايزه تنزل. الكورس بينزلنا بامان بالظبط. حتى يعني الناس اللي مثلا بتقول لك طب انا وزني كويس بس انا مثلا عندي منطقه البطن زياده شويه، الارداف، الخصر، يعني عندي مشاكل مثلا اللي هي السمنه الموضعيه اللي بنتكلم عنها دي، برضو ليها الكورس عندي، ليها الكورس بتاع الناس اللي عندها السكر. واساسا الناس اللي عندها السكر هي بتحب الحلويات جدا، بتحب السكريات فعلا جدا. دي حقيقه. الناس دي ليها كورس لوحدها مخصوص عشان خاطرها هي، هديها السكريات اللي هي عايزاها وهظبط لها كمان الكورس بتاعها. لان الكورس بتاعي انا عندي فاكهه فيه اسمها فاكهه الليتشي. فاكهه الليتشي دي فاكهه استوائيه، هي مزيج من الفراوله والعنب والبطيخ يعني كده، وبس طعمها حلو وريحتها حلوه جدا. تمام، الفاكهه دي بتظبط عندي معدل السكر اللي داخل في الجسم، فبيبدا يظبط نسبه افراز الانسولين اللي جوه الجسم، فبيظبط نسبه السكر في الدم. فبالتالي اللي عنده سكر حتى ليه الكورس بتاعي، وهياكل برضو السكريات بتاعتي، ياكل حلويات وليه نظامه بالظبط. ليه النظام اللي هياكل بيها كل الحلويات اللي هو عايزها، سواء بقى بيحب الزلابيا او الحلويات، التورت، الكيكس، الحاجات دي. ليه عندي مش محروم معايا من اي حاجه، بالعكس جدا. وناس كتير جدا كان عندها سكر على فكره وبتظبط معانا طول ما هو مظبوط معانا وبيمشي على ارشاداتنا وارشادات الطبيب بتاعه، هو الانسولين عنده بيظبط وفي امان جدا. وفي ناس تراجعت من حقن الانسولين، تراجعت تماما وبدات تبطلها. والله ما شاء الله، الحمد لله يعني جداً. الحمد لله. فعلشان كده احنا هنا عندي ما بنحرمش، انت هتاكل، انت هتخس من غير ما تحس. وانتوا عارفين حلوه الجمله دي. هتخس من غير ما تحس بالظبط. ليه بقى عارفين ليه قالت الجمله دي؟ لان انتوا هتاكلوا كل حاجه بالظبط. فانا هخس وانا باكل برضو كل حاجه، ومش محروم من حاجه. مش محروم، وما فيش حاجه نفسي فيها. ساعات الناس، احنا ليه بنقول كل 10 ايام؟ لان احيانا الناس تقول لي ايه، انا نفسي اكل كذا. حاضر، بحطها له الكورس بتاعه، انت هتمشي كده فهياكل. طيب. فبالتالي بيخس، ما بيتخنش، واكل اللي هو عايزه، واللي نفسه راحت له راح له. فالنهارده الكبسولات
2 نقط 2 اعشاب 70% خصم، وفعلا السعر فعلا الناس هتتفاجئ بيه النهارده، ده حقيقي. جميل. شحن مجانا لكل الناس، فيا ريت يتصلوا يتواصلوا. واحنا قاعدين مستنيينهم اهو دلوقتي ان شاء الله. اشكرك يا شهيره، وبجد انت النهارده ما حرمتيناش من حاجه. لا. هتخلينا ناكل كل اللي احنا عايزينه، ورفعت لنا شعار ايه، هنخس من غير ما نحس، عشان احنا بناكل كل حاجه برضو اثناء ما احنا بنخس. بالظبط. اشكرك كده. حبيبه قلبي، واتمنى كل مشاهدينا يستفيدوا من الكورس النهارده، ومن الكلام اللي قالته لنا استاذه شهيره. الف شكر حبيبتي، وشرفتيني النهارده. حبيبتي وتسلم ايدك. ربنا يخليك يا شهيره. هتدوقي ايه؟ لا صورها لكم وهي بتاكل الزلابيه. احنا قاعدين احنا قاعدين. يا رب النهارده الزلابيه بتاعتنا تكون كانت سهله وبسيطه، والخطوات وكل تكنيك الشغل كان سهل وبسيط نعمله بطريقه بسيطه جدا، ومقاديرها كمان موجوده في اي بيت. واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. بقيه وصفات اكلاتنا الشعبيه او اكلات اخر الشهر، يا ترى يا هل ترى هنعمل بكره ايه؟ فكروا واكتبوا لي كده وقولوا لي بكره ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض. يا رب زي ما سبتكم النهارده على خير، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. والسلام عليكم.